لعله غدا على شيء من السهولة على الباحث المدقق أن يرصد ظاهرة آخذة في التعاظم في حياتنا الثقافية العامة، وهي العزوف المضطرد عن الثقافة والتثقف وأداته الكبرى الكتاب في أوساط متعددة من الفئات الاجتماعية في المجتمع العربي الراهن. ويكاد يجمع على تفاقم هذه الظاهرة كل المهتمين من الباحثين الاجتماعيين والمثقفين والسياسيين. أما التحقق من مصداقية هذا الحكم ودقته فيمكن الوصول إليه من خلال تقص إحصائي ميداني أولي لحركة السوق الثقافية وللسياسة الكتابية التي تنطوي عليها هذه الحركة، وكذلك للآفاق المحتملة لهذه وتلك. وفي كل الأحوال يبقى إنجاز هذه المهمة واحدا من واجبات الباحثين الاجتماعيين وغيرهم والعاملين منهم على صعيد علم الاجتماع الثقافي على نحو خاص. وإذا كان لنا أن نعلن عن هذه الظاهرة النموذجية، فإننا من طرف آخر نلاحظ أنها آخذة في الاتساع والشمول عمقا وسطحا، بحيث أن الأمر قد ينطوي في مرحلة لاحقة على نتائج مؤرقة وداعية إلى التحسب. أما ما يمكن رصده من أسباب كبرى كامنة وراء ذلك، ربما كانت التحولات التي تلحق بالمجتمع العربي بنيويا ووظيفيا وعلى صعيديه الاجتماعي والاقتصادي في طليعة تلك الأسباب. فمنذ ما يقرب من العقدين من الزمن، وربما تحديدا منذ بداية السبعينيات من عصرنا، أخذنا نواجه حالة نوعية من التفكك والتداعي ضمن أوساط الفئات المتوسطة من المجتمع المعني. وأخذت هذه الحالة تفصح عن اتجاهاتها العامة ووتائرها المتسارعة وبعض آفاقها مع تعاظم الأزمة الاقتصادية في عدد من الأقطار العربية، وذلك عبر مجموعة من الأقنية ربما كانت ظاهرة التضخم المالي والانهيارات المالية الورقية وتسارع عملية ازدياد الأسعار على نحو مثير واحدة من أهمها. إذا عملنا على تكوين لوحة أكثر تشخيصاً وتحديداً لواقع الحال المركب الذي نحن بصدد البحث فيه، أمكننا النظر إلى المجتمع العربي في معظم حلقاته في مرحلة ما قبل السبعينات على أنه مكون من ثلاثة جيوب بالاعتبارين الديموغرافي والاجتماعي الطبقي. واحد في الأعلى يتضمن على سبيل الافتراض التقريبي 5% من سكان هذا المجتمع، وثان يتواتر بين الأعلى والأدنى يتضمن 85% من هؤلاء. أما الجيب الثالث فيقبع في الأدنى ويشمل ما تبقى من السكان، وهذا مجتمعا يشير إلى أن الفئات الوسطى كانت تشغل الحيز الأكبر في التكوين الاجتماعي بصورة عامة إجمالية. ولكن المعطى الذي يثير الانتباه ويكون الفضول المعرفي والأيديولوجي الاقتصادي يكمن في الدور المزدوج الذي كانت الفئات الوسطى تمارسه في الحياة العامة للمجتمع العربي. إنه دور اللف على الحلول الجذرية وتغييبها، ومن ثم منحها طابعا وسطويا إصلاحيا، ولكنه من طرف آخر دور الاستنارة والقدرة على الفصل الثقافي في الحدود المتاحة. في هذا الإطار وضمن هذا السياق يبرز الكتاب بإشكاليته الوظيفية الملحوظة. كان القارئ العربي حسب المعطيات المحددة آنفا هو ذلك الذي انتمى من حيث الأساس الإجمالي والعام إلى تلك الفئات المستنيرة بحكم موقعها من الطرفين الأقصيين، فبالإمكانيات المادية والاقتصادية على الصعيد الاجتماعي والتحرك بين التخوم على الصعيد السكاني أي الديموغرافي، وأخيرا القدرة على الانفتاح على الحقلين الطبقيين في الأعلى والأدنى وعلى الخارج العالمي الأوروبي على نحو مخصص، أن ذلك مجملا جعل من الكتاب حاجة ماسة من حاجات تلك الفئات الوسطى. ومن هنا أيضا كان للكتاب في السوق العربية مستهلكوه الكثر. ومن هذا الموقع نتبين كذلك واقعة أخرى في الحقل الثقافي والسياسي الثقافي، وهي أن الإنتاج الثقافي في الفكر السياسي بصورة معممة كان وقفا على مثقفي وكتاب ومفكري الفئات الوسطى المذكورة. وهذا بدوره ينطوي على الأطروحة التالية: أن التاريخ الثقافي والسياسي الأيديولوجي على الأقل
منذ بواكير النهضة العربية البرجوازية الحديثة انطلاقا من النصف الثاني للقرن الثامن عشر، هو تاريخ صنعه في حدوده الإجمالية العامة أولئك المثقفون والكتاب والمفكرون، فهو بذلك صنيعة هؤلاء بقدر ما هم صنيعته. والآن إذا صح القول بتلك الأطروحة التي تقدم نفسها هنا بمثابتها افتراضا أوليا مدعما بما فيه الكفاية من معطيات ومؤشرات، تعين علينا أن نتتبع ما سيترتب أو ما قد يترتب على عملية التخلخل والتداعي المنوه بها آنفا، والتي تلحق بالفئات الوسطى في المجتمع العربي في معظم أنساقه. إنما نواجهه في بدء الموقف يتمثل في اتساع رقعة المفقرين الذين ينزلقون إلى القاع من المجتمع المعني. هؤلاء المفقرون الذين كانوا في شطائر كبيرة منهم ينتمون إلى الفئات الوسطى، كما يتمثل من جانب آخر باتساع بسيط في الحقل الطبقي الأعلى بالاعتبار السكاني الديمغرافي، وبتعاظم مضطرد عمقا في القوة الاقتصادية الاستهلاكية غير المنتجة والتابعة لدى أفراد هذا الأخير، أي الحقل الطبقي الأعلى، ومن ثم بلهاث متقطع الأنفاس وراء تدعيم مصالحه الاقتصادية وتكريسها وتثمير طاقاته المالية بكل الاحتمالات والأغطية، بدءا بطرق وأشكال مسوغة على نحو ما تسويغا قانونيا زائفا، وانتهاء بالتهريب واللصوصية والنهب ورفع الأسعار بشكل قفزات قاتلة، والتجارة بمقدرات الوطن المالية منها والآثارية القومية والثقافية، فضلا عن تعويم العملة المحلية استجابة لمصالح الأعداء التاريخيين، وعلى نحو يقودها إلى افتقاد قيمتها شيئا فشيئا. ما ينبغي أن يركز عليه في هذا السياق من الإشكالية هو أن عملية الإفقار قد تلحق بالفئات الوسطى وتقودها إلى صفوف الطبقة الدنيا، تتم ضمن جملة من الشروط المعقدة والمترعة بالمصاعب الكبرى. في طليعة تلك الأخيرة يبرز أن هؤلاء المفقرين الجدد يجدون أنفسهم مع أمثالهم من الفقراء التقليديين أمام ضرورات اقتصادية غاشمة حاسمة تقطع عليهم أنفاسهم وترغمهم تباعا وبوتائر متصاعدة من العذابات على التخلي عن مجموعة متكاثرة من حاجاتهم الأساسية، فالثانوية فالأساسية، مع الإشارة إلى أن جموع المفقرين هؤلاء لا تكون في بداية المشهد وبواكيره مع مجموع الفقراء التقليديين نسيجا اجتماعيا متجانسا، فإن هذا المعطى يسهم في مزيد من الاضطراب والتشوش والاختلاط والفوضى على صعيد اللوحة الثقافية والأيديولوجية الآخذة في الظهور والبروز هنا، فهو إذ يطرح نفسه ويفصح عنها ضمن شرط آخر أيديولوجي وثقافي يتمثل بغياب التجانس الأيديولوجي والثقافي في نطاق ذلك النسيج المستجد، فإنه يضع أيدينا على قواسم مشتركة تتولد وتنمو بين ذينك النسقين الاجتماعيين البشريين الفقراء والمفقرين. قد يكون في طليعتها على الصعيد الأيديولوجي الثقافي تحول الكتاب والثقافة والتثقف إلى حلم متباعد بالطراد ضمن أوساطها. وهنا نواجه منعطفا كبيرا في إطار العلاقة بين كل من النسقين المعنيين، لعله أي المنعطف يكون مرشحا لاحتلال المرتبة الأولى في الحياة الثقافية العربية اللاحقة. أما ما يسم ذلك المنعطف بالدرجة الأولى يكمن في أن الكتاب عموما وخصوصا آخذ في التحول إلى سلعة تافهة بائرة في أنظار الأثرياء السابقين والمستجدين على نحو خاص، الذين يلهثون وراء مصالحهم المالية والاجتماعية والجنسية والسياحية المتنامية، وإلى حلم نافل أو مؤرق منغص في أعين المفقرين والفقراء الذين هم بدورهم أيضا يلهثون بأنفاس متقطعة آخذة في التهشم وراء حاجاتهم المادية والاجتماعية المتواضعة والمتصدعة ضمن حركة تراجعية مذهلة. والكتاب الذي أسهم يوما في تثمير وإثراء الحس بالكرامة والوعي الاجتماعي التاريخي والجمالي في إطار الفريقين المومى إليهما في الحدود الاجتماعية والتاريخية المتاحة لهما،
على نحو أو آخر وبدرجة أو بأخرى، وكذلك في الحدود الاجتماعية والتاريخية المتاحة في ظل الهيمنة الثقافية للفئات الوسطى، يتراجع في الوضعية الجديدة إلى الخلف، متحولاً إلى عبء مادي واجتماعي لدى المفقرين والفقراء بصورة أكثر تخصيصاً وتحديداً. بيد أن الأمر لا يتوقف عند هذه الحدود، وإنما يتجاوزها بكل المقاييس والاعتبارات، فعملية افتقاد الخبز من أيدي أولئك الآخذين في الاتساع عمقاً وسطحاً تتم على قدم وساق بالتوازي وبالتداخل مع عملية أخرى تتمها وتكملها، أعني بذلك عملية افتقاد الكرامة والحرية. والحقيقة أن هاتين العمليتين تكونان وجهين لموقف واحد، هو بروز الطفيلية في المجتمع العربي على نحو آخذ في التعملق وبكل ما ينطوي عليه من نزعة استهلاكية مضادة للفعل الإنتاجي، ومن تكون أنماط إنسانية هجينة تافهة عينها الأولى تصبو إلى الخارج وعينها الثانية تبحث عن مزيد من الإمكانيات لتجعل من الوطن تابعاً مذلاً وخاوياً من كل ما من شأنه الإسهام في توليد وتراكم أرصدة اجتماعية واقتصادية وثقافية فيه. ولعل الآفات المستقبلية القادمة ستكون بأيدي من يكمن وراء هذه الطفيلية من قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية وأيديولوجية، ومن المتوقع أن يظل ذلك مهيمناً حتى يحدث تحول كبير في أوساط المفقرين والفقراء بالاعتبار البنيوي الوظيفي، من شأنه أي التحول أن يقود إلى بنية متجانسة اجتماعياً وطبقياً وأيديولوجياً تتصدى لأعباء التقدم التاريخي والتوحيد الوطني والقومي في الوطن العربي، وتنزيل من ثم ركام التخلف والتخليف الاجتماعي التاريخي والانشطار والتمزق الوطنيين القوميين، ذلك بأفق ديمقراطي عميق. بيد أن أمرا آخر يكتسب طابع الإشكالية يبرز على هذا الصعيد، كيف لذلك التحول البنيوي والوظيفي أن يفصح عن نفسه ويثبت أركانه للمدى البعيد؟ قد يكون هذا الأمر وتحديد الإجابة عنه على غاية الصعوبة والتعقيد، وذلك أن الاعتبارين كبيرين، أولهما يتمثل بالحضور الكثيف لقانون التبعية للخارج الذي تخضع له جل الأنساق الاجتماعية العربية الراهنة، في حين أن ثانيهما يبرز في غياب وعي البؤس والإفقار والوعي التاريخي المتماسك في أوساط المفقرين والفقراء. ويهمنا هنا أن الفعل الثقافي على صعيد هؤلاء سوف يجد مزيدا من الصعوبات لغياب التجانس الاجتماعي والثقافي الأيديولوجي بينهم أولا، ولضآلة الأدوات الثقافية والمعرفية في أيديهم ثانيا. في هذا السياق الإشكالي يبرز الكتاب بمثابة أحد الأركان التي ستقوم عليها البدائل التاريخية التقدمية لحل الوضعية المشكلة والمتصاعدة في هذه الإشكالية. لقد انتزع الكتاب من أيدي من هم بحاجة ماسة إليه للاستئناس به والتعلم منه في عملية إدراك التحولات الجديدة في المجتمع العربي، ولمساءلته حول تجارب الحركات والمدارس والاتجاهات الفكرية في التاريخ العربي كما في التاريخ العالمي. والقراءة هي التي ضمن أحد معانيها الكبرى استقراء للواقع المشخص ومعاينة له وتفحص لحركته ونقوصه. ترتد رويدا رويدا إلى الوراء لتحل محلها إرهاصات نزعة تجريبية جديدة في الوضعية العربية الثقافية الراهنة، مخترقة أكثر فأكثر من قبل أنماط زائفة من الثقافة الاستهلاكية الجنسية اللاهية يراد لها أن تكون سيدة الموقف. وهنا وعلى نحو مركز نواجه ظاهرة العزوف الثقافي، العزوف عن القراءة والكتاب، عن العمل التقني عموما بما في ذلك الأدوات المعرفية البسيطة والمعقدة، فتتحول صناعة الكتاب إلى صناعة مكلفة بصورة متصاعدة ومذهلة، بحيث يغدو الكتاب من أغلى السلع ومن ثم من أكثرها بوارا، وكما أشرنا
فإن الوضعية لن تكون واحدة من خصوصيات أوساط المفقرين والفقراء فحسب، وإنما تمتد وستمتد أكثر إلى أوساط الأعلين من التجار والسماسرة والمهربين، أي من أولئك الذين تتمحور حياتهم بتصاعد ولمدى بعيد حول اللهاث وراء تكريس مصالحهم وإثرائها وتدعيمها، بحيث لا يسمح لهم ذلك بأن يبعثروا أوقاتهم في مسائل ثقافية هم بحل من مقتضياتها وشروطها الذهنية الصعبة ومن عدم ريعيتها. إن تصاعد الأسعار اللاهث الخاصة بالكتب يتم ضمن علاقة طردية مع انخفاض الدخول وقوتها الشرائية للأوساط المفقرة الجديدة والفقيرة التقليدية من سكان الوطن العربي، بحيث أن ذلك سيعود إلى إحكام القبضة على عملية استهلاكها الثقافي. وإذا كان الأمر كذلك فإننا سوف نواجه حالة جديدة متميزة من النخبوية الثقافية تتمثل بأنها نظرية نخبة النخبة الثقافية. وبذلك فإن تساؤلات من النمط التالي تبقى مفتوحة لمدى قادم أو آخر: من القوى الثقافية والسياسية الثقافية ستعمل على تغطية الوضعية العربية الجديدة سياسياً ثقافياً أو ثقافياً نظرياً؟ ما الدور الذي سيناط حال إذن بالكتاب بمثابته واحدة من الأقنية الثقافية والسياسية الثقافية؟ ما التحولات التي قد تطرأ على الإعلام الثقافي القائم جزئياً أو أكثر في هذا القطر العربي أو ذاك؟ هل سيكون متاحاً تكوين وضعية ثقافية شعبية مقابل النخبوية الثقافية الجديدة؟ وأخيراً، هل سيلجأ جمع متصاعد من الطلاب والمثقفين إلى سد احتياجاتهم من الكتب عبر عمليات سطو يقومون بها في المكتبات والمعارض الثقافية، كما لوحظ في معرضين أقيما في تونس ودمشق، أن هؤلاء سيعمدون إلى الانخراط في قوة ثقافية أو سياسية ثقافية موحدة تناضل من أجل سياسة أسعار جديدة للكتاب من شأنها أن تجعله متاحاً للجميع أو للأكثرية؟ إن هذه التساؤلات وغيرها سوف تبقى مشروعاً مفتوحاً تجيب عنه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية القادمة، ولعل ذلك لن يطول كثيراً، وسوف يكون في سياق ذلك من المهمات الكبرى التي سيواجهها العلم الاجتماعي والإنساني، وخصوصاً علم الاجتماع الثقافي، أن يطرح الأسئلة المتولدة بصيغ صحيحة، وأن يعمل على تقديم أجوبة صحيحة، وبحدود هذا الموقف الراهن وآفاقه المستقبلية.